تمكنت فقط مكافحة هذه المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عيد تموشان خلال هذا الأسبوع من توقيف شبكة وطنية مختصة في المتاجرة غير شرعية بالمخدرات تنشط انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد مع توقيف ثلاثة من أفرادها وحجز كمية المخدرات من نوع القلم الهندي مقدرة ب 4 كيلوغرام و 80 غرام من مادة الكوكايين ومركبة سياحية كانت تستعمل في عملية التهريب. هذه العملية النوعية جاءت بعد توقيف أحد أفراد الشبكة في حالة تلبس وبحوزة كمية مخدرات بعد إعلام السيد وكيل الجمهورية واستدار إذن بالتمديد الاختصاص إلى مدينة الجزائر العاصمة وبعد تفتيش منزله كانت النتائج إيجابية بحجز كمية مخدرات صلبة من مادة الكوكايين بالإضافة إلى رخصة سياقة مزورة المشتبه فيه بهوية أخرى. التحقيق المعمق مع المشتبه فيه أدى إلى توقيف باقي أفراد الشبكة.